بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 91 بعد 200. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. بارك فيك. حياكم الله. نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثتها إحدى المستمعات عين يا، تسأل عدة أسئلة عرضنا بعضا منها في حلقة مضت. وفي هذا اللقاء تقول: فضيلة الشيخ، بلغ عمري 26 وحتى الآن لم أتزوج، ووالدي له دور كبير في تأخير هذا الزواج لظروف لا أعلمها، وأنا في الحقيقة أن ظروفي صعبة في بيت أهلي وراغبة في الزواج، كيف أتصرف؟ والحال ما ذكر، هل يباح لي أن أذهب إلى المحكمة لعرض قضيتي؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه يجب على أولياء النساء المبادرة بتزويجهن إذا جاءهم خاطب كفء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولأن تأخير تزويج الفتاة يضر بها ويفوت عليها سنين من عمرها، ويفوت عليها رغبة الخطاب فيها، ويحصل عليها بذلك ضرر كبير. فيجب على أولياء أمور النساء أن يتقوا الله وأن يبادروا بتزويجهن إذا جاءهم من يرضون دينه وأمانة، بأن يصلحوا لهذه المرأة من ناحية الدين ومن ناحية الأمانة والثقة بهم وإتمانهم على هؤلاء النساء، لأن هذا هو عين مصلحة المرأة. ولا يجوز للولي أن ينظر إلى مصلحته الدنيوية هو، فيؤخر زواج موليته من أجل مصالحه هو، إما بأن تخدمه، وإما بأن يساوم عليها بمهر كبير، وإما بأن يستغل راتبها إذا كانت موظفة، أو غير ذلك من العلل التي يتعلل بها هؤلاء. فإن هذا خيانة للأمانة وتضييع لمستقبل هؤلاء النسوة المسكينات، وإضرار بهن. ومن عرف عنه أنه عضل موليته وصار يدافع عنها الخطاب الأكفياء، فإنها تزول ولايته عليها وتنتقل إلى من بعده من عصبتها، لأن هذا أصبح عاضل. والله جل وعلا يقول: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. والعضل كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه ظلم للمرأة وإساءة إليها. الواجب على هؤلاء الرجال أن يتقوا الله في مولياتهم، وأن ينظروا في مصلحتهن لا في مصلحتهم هم، وأن يزوجوهن من الخطاب الأكفى الذين تبرأ بهم الذمة وتحصل بهم الثقة. هذا هو الواجب عليهم، وهذه هي مسؤوليتهم. وأما ما ذكرته السائلة من تعنت أبيها وعدم رغبته في تزويجها والمماطلة حتى بلغت هذا السن وفوت عليها جزءا كبيرا من عمرها، فإن هذا غلط كبير، ولها الحق
في أن تطلب من غيره من الأولياء أن ينظر في أمرها وأن يتكلم معها إلى الوالد، إما أن يعتدل ويؤدي الواجب، وإما أن تزول ولايته عنها ويزوجها من دونه من عصباتها، من أقرب عصباتها. وإذا استدعى الأمر إلى أنها تذهب إلى المحكمة لإزالة الظلم عنها فلها الحق في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من اليمن بتوقيع أختين من هناكم زكية وهدى من محافظة لحج. عرضنا بعضا من أسئلتهن في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء وصلنا ويقول: في بلدتنا قام الأهالي ببناء مدرسة ثانوية، لكنه في مكان كان مقبرة في القديم، وعندما نبشوا تلك القبور لم يجدوا أثرا يردعهم عن أن يجعلوا ذلك المكان مكانا للمدرسة. وحينئذ نسألوا عن مثل هذا، وبعضهم بدأ يتساءل هل هم على حق فيما فعلوا؟ جزاكم الله خيرا. القبور لها حرمتها، لا يجوز الاعتداء عليها، لأنها أصبحت مساكن لهؤلاء الأموات وسبقوا إليها فصاروا أحق بها، فلا يجوز الاعتداء على القبور، بل يجب تسويرها ومنع التعديات عليها وإزالة الضرر عنها من قبل ولاة الأمور. فالواجب على هؤلاء الذين ورد منهم السؤال أن يتقدموا إلى الجهات المسؤولة في بلدهم كالمحكمة الشرعية والبلدية، أن يتقدموا إليهم بالنظر، بطلب النظر في واقع هذه المقبرة وما حصل عليها من التعدي، لإزالة ذلك وحماية هذه المقبرة عن الاعتداء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل ضيق الأرض شيخ صالح مبرر للاعتداء على المقابر؟ ليس هذا مبررا، والموتى أحق بقبورهم من الأحياء، والأحياء يذهبون إلى أماكن أخرى. الله جل وعلا قد وسع الأرض، فعليهم أن يذهبوا إلى أمكنة أخرى ليس فيها ظلم لأحد، لا للأحياء ولا للأموات. نعم، جزاكم الله خيرا. الواقع أن القبور لا تزال مهمة في كثير من البلدان شيخ صالح، فبعضها لا يزال مكانا للطرق ولرعي المواشي وحتى لطرق السيارات. لعل الشيخ كلمة، جزاكم الله خيرا. كلها لا أمر محرم وأذية لأموات المسلمين، والواجب احترامهم ومنع التعدي عليهم بالتطرق من فوقهم بالأقدام أو بالسيارات أو بالمواشي، ومنع البناء على القبور مساكن أو غير مساكن. فالناس في أمر القبور بين مفرط ومفرط، مفرط بالغلو فيها وبناء القباب والمساجد عليها وعمل الشرك حولها وعندها بدعاء الأموات والاستغاثة بهم والطواف بقبورهم وزخرفة القباب عليها ووضع الستور، غير ذلك مما يغرر بالعوام ويوهم أن هذه القبور لها خاصية في جلب النفع ودفع الضر. هذا غلو، وهذا هو الذي سبب وقوع الشرك في قوم نوح لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لما غلوا فيهم جرهم ذلك إلى اتخاذهم أربابا من دون الله عز وجل. هذا جانب الإفراط في حق القبور. أما جانب التفريط فمثل ما ذكر السائل من إهانة القبور وتعدي عليها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر وقال: لئن يجلس أحدكم على جمرة وتخرق ثوبه وتنفل إلى جسمه خير له من أن يجلس على القبر. ونهى عليه الصلاة والسلام عن امتهان الموتى وامتهان القبور لما في ذلك من التعدي على أموات المسلمين، وقال: كسر عظم الميت كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا. فيجب احترام المسلمين أحياء وأمواتا في قبورهم، لأن لا يعتدى عليهم ولا تستباح مقابرهم، بل تسور بسور يمنعها ويحفظها من التعدي عليها ومن التطرق عليها، ولا تلقى عليها القاذورات أو تسربات المياه أو غير ذلك، لأن لهم حرمة عند الله سبحانه وتعالى، ولهم حق على إخوانهم المسلمين باحترامهم والدعاء لهم والسلام عليهم إذا مروا بهم. فهذا هو دين الوسط بين
بين الإفراط والتفريط، أن تصان القبور وأن تحترم من الامتهان وأن يزال عنها الأذى من غير غلو لأصحابها ومن غير إساءة إليهم بالامتهان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألنا في هذه الرسالة عن حكم تغسيل المرأة الحائض للميت الذي يجوز لها أن تغسله، هل ذلك جائز أو لا؟ لا مانع من ذلك، إن المرأة تغسل المرأة الميتة ولو كانت حائضا، لأن حيضتها ليست بيدها، فبدن الحائض بدن الحائض طاهر والحمد لله، بدنها طاهر، يجوز ممسحتها ويجوز أن تعمل وتشتغل وتطبخ الطعام، ويجوز أن تعمل مثل ما تعمل المرأة غير الحائض. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول فتاة عندنا تسلقت الجبال بإحضار الأعشاب للأبقار والأغنام فسقطت وتوفيت بإذن الله تعالى، فقام أهلها بدفنها في ملابسها الذي كانت ترتديها، ولم يغسلوها ولم يكفنوها إلا في ملابسها، ويقولون إن مثل هذه شهيدة، فهل كانوا على صواب؟ ليسوا على صواب في هذا، واجب أنها غسلت وكفنت وصلي عليها كسائر الجنائز، كسائر جنائز المسلمين. أما كونها شهيدة فنرجو لها ذلك، لأن من مات بحادث مفاجئ كالهدم والغرق والسقوط من مرتفع كحالة هذه المرأة، من مات بحادث مفاجئ من المسلمين فإنه ترجى له الشهادة، لكن لا يعامل معاملة شهداء المعركة. إنما عدم التغسيل والتكفين في الثياب وعدم الصلاة على جنائزهم إنما هذا خاص بشهداء المعارك في سبيل الله، المجاهدين في سبيل الله، المجاهدون في سبيل الله إذا قتلوا في المعركة فإنهم لا يغسلون ولا يكفنون بغير ثيابهم التي قتلوا فيها، وتبقى عليهم دماؤهم ولا يصلى عليهم، بل يدفنون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد، وذلك لأنهم شهداء عند الله كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فشهداء المعارك من المسلمين هم الذين يعاملون هذه المعاملة، يدفنون بدمائهم وثيابهم التي قتلوا فيها، ولا يغسلون ولا يصلى عليهم، لتبقى عليهم آثار الشهادة وآثار الجهاد في سبيل الله، لأنها آثار محبوبة، ويبعثهم الله يوم القيامة بصفتهم التي قتلوا عليها، يأتون بدمائهم لتشهد لهم عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو السر في عدم تغسيلهم وعدم تبديل ثيابهم. أما الشهداء في غير المعركة كشهداء الحوادث المفاجئة فهؤلاء شهداء في الآخرة، أما في الدنيا فيعاملون معاملة الجنائز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية العربية السورية دمشق رسالة بعث بها مجتمع رمضان لاسمه بالحروف نون كاف، يقول: إنني شاب مضى من عمري 21 عاما وعشت يتيما ولم استطع الزواج حتى الآن، هل الزواج كالحج لمن استطاع إليه سبيلا، أم أن الزواج واجب ويجب على الإنسان أن يصرف نفسه حتى يتزوج؟ جزاكم الله خير. الحج واجب على المستطيع، فريضة وركن من أركان الإسلام، قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام إن استطاع إليه سبيلا. والزواج إذا احتاج إليه الإنسان وخشي على نفسه من الفتنة فإنه يجب عليه ذلك درءا للفتنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من
استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثها أحد الأخوة المستمعين من هناك يسأل ويقول: يقال إن الشتم واللعن من الكبائر، هل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. الشتم واللعن لا يجوزان إلا على من يستحقهما، وإلا فإن المسلم يجب أن يصون لسانه عن الشتم والسب واللعن. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن اللعانون لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فالمسلم يطهر لسانه عن هذه الألفاظ القبيحة البذيئة، وهي السب والشتم واللعن وتنقص الناس والكلام في أعراضهم بالغيبة والنميمة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، ليس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب أولئك هم الظالمون. وسمى الله ذلك فسوقا وسماه ظلما، وتوعد من لم يتب منه، ما يدل على أن خطر اللسان على الإنسان خطر شديد إذا لم يحفظه من مثل هذا الكلام القبيح وأذية الناس بلسانه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الأمراض والأوجاع التي تصيب المسلم طهور أم عذاب في الدنيا؟ جزاكم الله خيرا. بالنسبة للمسلم طهور وتكفير، وبالنسبة للكافر فإنه عذاب له في الدنيا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا: هل الصلوات والصيام وجميع أنواع العبادات التي يؤديها المسلم في الحياة الدنيا هل يؤديها في الآخرة أيضا؟ نعم. هل الصلوات والصيام وجميع أنواع العبادات التي يؤديها المسلم في الحياة الدنيا هل يؤديها في الآخرة أيضا؟ جزاكم الله خيرا. لا، ليس الأمر كذلك. العمل إنما هو في الدنيا، وأما الآخرة فإنها دار جزاء وليست دار عمل. الصيام والصلاة والجهاد في سبيل الله وسائر الأعمال الصالحة إنما هي في الدنيا، أما الآخرة فإنها دار جزاء وليست دار عمل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من المدينة النبوية يسأل ويقول: عبد الرحمن شحات، حدثونا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر في القرآن الكريم أو في أثناء الصلاة أو أثناء الخطبة، توجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، تشرع عند ذكره، لكن إن كان في صلاة أو حال خطبة الخطيب يوم الجمعة فإنه لا يرفع بها صوته، وإنما يصلي ويسلم عليه بينه وبين نفسه. أما فيما عدا ذلك فإنه يصلي عليه ويرفع صوته بذلك. نعم، عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. إذا كان في أثناء الصلاة الصالح هل يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم سرا؟ إذا كان في التشهد الأخير فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع بذلك الصوت. نعم، يصلي عليه سرا لأنه يتكلم بذلك وينطق به، لكن لا يرفع به صوته وإنما يسر به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا مر آية من القرآن الكريم وفيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والمأموم ينصر في أثناء الصلاة، فهل يصلي أيضا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سبق هذا في الجواب، قلنا إنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن بينه وبين نفسه ولا يرفع بذلك صوته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات ورمزت لاسمها بالحروف آمين، تسأل وتقول: من فرائض الوضوء مسح الرأس، حدثونا إذا ما نسي الإنسان ذلك قد يكون وضوءه ناقصا؟ نعم، إذا نسي مسح رأسه فإنه لا يصح وضوءه، إن ذكره قريبا فإنه يمسح برأسه ثم يغسل رجليه،
لأن غسل الرجلين لا يصح إلا بعد مسح الرأس. أما إذا لم يذكره إلا بعد أن فات الوقت وفاتت الموالاة فإنه يعيد الوضوء من أوله. الحاصل أنه إذا ذكر أنه لم يمسح رأسه ولم يفت وقت طويل فإنه يمسح رأسه ويعيد غسل رجليه من أجل الترتيب لأن الموالاة باقية. أما إذا لم يذكر إلا بعد فوات الموالاة وفوات وقت طويل فإنه يعيد الوضوء من أوله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا وتقول نويت الحج فهل يجوز أن أذهب وحدي أم لا بد من وجود محرم؟ جزاكم الله خيرا. لا بد من وجود محرم في الحج وفي غيره من الأسفار. بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. ولما أراد رجل الغزو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك. أرجعه من الغزو ليحج مع امرأته مما يدل على اشتراط وجود المحرم للمرأة لوجوب الحج عليها. فإذا استطاعت الحج ماليا وبدنيا ولكنه ليس له محرم فإنها لا تباشر الحج وإنما تؤخره إلى أن تجد المحرم. فإن أيست من وجود المحرم فإنها توكل من يحج عنها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح في الختام. أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابتك الأخوة المستمعين وأرامل أن يتجدد اللقاء وأنت على خير. مستمعي الكرام وكان اللقاء ما في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم.